تحية لكل مشاهدينا ام تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقة جديدة من برنامج انت ادى، صارت الساعة 7 الى 10 وموعدكم اكيد مع الربح. اليوم حلقتنا رح بتكون استثنائية بما انه في ضغط كتير كبير واقبال كتير كبير على الاشخاص بالمول دبي. قررنا نخصص اليوم هيدي الحلقة بس للمشتركين معنا من المول دبي. رح بيكون عندهم اكيد تشانس والفرصة انه يشاركوا ويربحوا بالعابنا المتنوعة واللي تعودوا عليها. بدي اشكر كل الاشخاص مثل العادة اللي على طول عم بيدعمونا عبر تويتر محمد أنسكور قيس، وعبر أيضا إنستغرام محمد أنسكور قيس. مثل العادة برجع بقول ما رح طول كتير على المشاركين الموجودين معنا، وبدي أطلب من أول مشترك يتفضل لعنا لحتى نبلش بأول لعبة. إن شاء الله الافتتاحية اليوم بتكون حلوة معك. كيفك؟ مصوار؟ شو أخبارك؟ ماشي الحال، أنت كيف؟ أنا منيش الحال، كتير منيح، محمس مندفع بوجودكم ومحبتكم هي اللي بتخلينا نستمر على طول. بالأكتر عرفني عنك. جو سلامة. جو من وين يا جو؟ أنا من عين علق بكفية. تحياتنا لأهالي بكفية ولعين علق ولكل الدول العربية اللي عم بتتابعنا عبر شاشة الام تي في. بدي أطلب منك يا جو تنقلي رقم على التابلو وبدنا نكون قدها. يلا شو عبالك؟ أربعة. رقم أربعة. غنية ورا غنية، كيفك انت والاغاني العربي؟ ما حاسك كتير. شو؟ صفا صفا. طيب يلا متساعد متساعد سوا. مجرد ما تقول لي انا قد بسمع اول اغنية. انا قد. يلا اول اغنية بنسمعها سوا. يا حبيبي قلبي حبه جرال سماحة. اوكي شو عم بتقول له؟ اسمعني مثلا، اسمعني شو اوكي اسمعني كارول سماحة. اسمعني ذا ليدي كارول سماحة اكيد عبر وعلى مسرح وخشبة مسرح كازينو لبنان عم بتطل بهيدا الشو الرائع. اول اغنية. تاني اغنية يا جو. يلا ساعد يلا يلا. طب انا مستعد شوي. يلا ديانا حداد. مع مين؟ شاب مامي او شاب خالد؟ شاب خالد. طيب ما سولو لي مظبوطه. تالت اغنيه يلا. ولو ما في جو يا زلمه، ما في يا جو. لا يا الله البونبونه على قولة المصريين الرائعه نانسي عجب. شو اسم الغنيه؟ اهو نص. اهو نص. وانت قد ونص. الف مبروك. ميرسي. الف مبروك. بيرفكت تايم. بتقدم لك فاوتشر بقيمه 200 دولار لانك كنت قدها. لك كارول سماحه. اسمعني ديانا حداد والشاب خالد ما سولوا لي ونانسي عجرم. اهو نص. ويا هلا. بونسوار. بونسوار تفضلي. كيفك؟ منيحه. عارفين عنك؟ جوانا نجام. جوانا من وين؟ اشرفيه. تحياتنا لاهل الاشرفيه. جوانا بدنا نعيط، بدنا ننبسط وبدنا نفرح. بتنقي لي رقم على التابلو بنربح. جو ساعدته. هلا بدك تساعديني. رقم 10 يلا. عشرة على عشرة. نظرك بده يكون 10 على 10. رح بنشوف مشهد من احد الافلام اللي لها علاقه بكريسماس. رح اطرح عليك سؤال. انت قد؟ انا قد. يلا بنشوف سوا المشهد. طيب هيدا الفيلم هو هوم الون. كثير حلو الفيلم. شفنا المشهد كانوا بتاخد شو لون الكوفرولي؟ ولو لون الكوفرولي هيك بالاجواء كريسمس سانتا كلوز. شو لون؟ احمر. على اكيد؟ على اكيد. ما بتغير رايك؟ بدك انا اغير رايي؟ شو؟ احمر. اوكي على قد احمر. تمام على. انت قد. الف مبروك احمر. الف مبروك. شكرا لك دانكن دوناتس بتقدم لك اشترك لمدة شهر فري دوناتس وفري كوفي لانك كنت قد. هاي بونسوار. بونسوار كيفك؟ شو اخبارك؟ تفضل لهون لحتى نشوفك بكادر حلو وعرفنا عنك. فريد.
فريد من وين؟ أشرفية. تحياتنا كمان لأهل الأشرفية. فريد من نقي رقم. يلا بدنا نكون قد فريد. يلا شو فريد؟ رقم 15. 15. لا ما فيكم بهاي هيدي اخذتوها عادي حلوه انه كيف بيطلعوا على الاوراق هون. لو على الاوراق هون خطي انا ما بعرف اقرا فكتير منيح. الايباد بقى معلومات عامه. كيفك انت والمعلومات العامه؟ تمام. ما كتير حاسك. شو كتير. شو بتحب اسالك عن تاريخ جغرافيا او بسالك هيك على ذوقي؟ سألني على ذوقك. على ذوقي. طيب اول ما تقول لي انا قد بطرح عليك السؤال. قد اللي انا قد. انا قد بحماس وباندفاع. انت قد. والسؤال بيقول من هو مؤسس علم الاجتماع؟ هل هو متن ازرو؟ هل هو ابن خلدون او ابن سينا؟ انتبه ما حصعب لك اياها. اول واحد عم تقول لي ابن خلدون. ابن خلدون او ابن سينا. ابن سينا راح اكثر للطب. انا بقى هيك صح. اول واحد شو بيكون اسمه؟ ابن خلدون. على اكيد. على اكيد. ما بتغير رايك ابدا. طيب انت قد ومظبوط والف مبروك لك. برافو عليك. يعني ساعدتك بس. ميري كريسمس. ميري كريسمس لك ولعائلتك ولكل متابعينا. الف مبروك. دانكن دونات بتقدم لك ايضا اشتراك لمدة شهر فري دوناتس وفري كوفي. تفضلي لعنا لهون. عارفيني عنك. مريم رزق. مريم رزق. من وين يا مريم؟ من كفيفان الباترون. تحياتنا لكل اهالي الباترون يا مريم. بدنا ندقي رقم وبدنا نكون قدها. يلا شو مريم؟ رقم 7. انا شايفه عالم هيك عم بشجعوك على بعيد وعم بيصوروك. رقم 7. يلا مريم. ما فينا نغلط مريم لانه في عالم عم بتتابعك وفي عالم عم بتشجعك من لمول دبي وانت قد. لا إيه لا لا ما فيك تقولي ايه. ما فيك تقولي لا وما فيك تعيد المرادف اكثر من مره. شو انت قد؟ انا قد. بلشنا. مريم كيفك؟ منيحه. شو اخبارك؟ ماشي الحال. قد ايه عمرك مريم؟ 20. 20 سنه. تزوجي؟ بعد. تدرسي؟ بدرس. بكير بعد للزواج. هلا وقت تدرس. شو عم تدرسي؟ بيوشيمي. والله شو عبيك تشتغل باللابوراتوار او بالمختبر؟ معقول. بلا ما في غير شغل بدك تشتغل او بدك تعلمي. اذا خيروك بين انك تعلمي او تشتغلي بمختبر. مختبر اكيد. مختبر. طيب ليه ما عملتي فرد مره حكيمه؟ ما بحب. بدها درس كثير. مزبوط. كم سنه تقريبا؟ 30. 30 سنه؟ 7. 7 سنين. انا زدتهم شوي. اذا بتختصيلك شوي بيصيروا بال 14 12 سنه. لو خيروك تكوني حكيمه هيك شو بتروحي؟ بتروحي صوب الطب التجميلي مثلا؟ ما بعتقد. ما بتعتقد. تروحي صوب الجراحه؟ يمكن بدي يمكن. ولهيدا قلتي لي عمرك 20 سنه يعني اكيد بتسوقي. مزبوط. شو بتسوقي؟ سياره رانج ولا سياره عادي؟ سياره عادي. انا بقول موتو. موتو مش مجربته. ما مجربتيه بعد؟ لا والله. شو؟ شو كنترول نقو من كفة او من ماريان عم بتقول لي لا سوري هيدا لا بس يور جريت. انا بشكر حضورك وبشكر مشاركتك معنا مع كفة بلا إيه لا مع مشتركة جديدة. تفضلي اكيد لعندي. لا إيه لا ما فيك تقولي إيه. ما فيك تقولي لا. ما فيك تعيد المرادف اكثر من مره. رح نستقبل المشتركه ولكن مش هلا بعد البريك. خليكم عم تتابعونا على شاشه الام تي في. لكم لنتابع تاني قسم من انت قد. تحيه لكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا من مختلف الدول العربيه. اليوم حلقه بس مخصصه لكل الاشخاص الموجودين معنا بلمول دبي واللي عم بيكونوا قد واللي عم بيكونوا كثير كتار. وانا الكرمالهم اليوم حبيت خصص هذه الحلقه معهم لحتى استقبلهم وربحهم. تفضلي لعنا مشتركه جديده بهيدا القسم. بدنا نربح. يلا بحماس بنشاط. شو اخبارك؟ مصفر. كيفك؟ انا حقلك شو اسمك. هنا حنان. حنان يا هلا بحنان. انا عم جرب اقرا هون على البندن شو مكتوب. جرب صوتك. حنان شو اخبارك؟ سبا. تمام. حنان بدنا نكفي بلا إيه لا. ما فيك تقولي ايه. ما فيك تقولي لا. ممنوع تعيد المرادف اكثر من مره. اوكي. والاوكي ممنوعه والياس والبي بالنو. انت قد؟ اكيد قد. يلا يا حنان توب كاونتر بلشنا. كيفك حنان؟ منيحه. شو بدلعوكي؟ حنو او حنانو؟ حنو. حنو بيزعجك هلا؟ بيزعجك حدا يدلعك او لا؟ سبعة. ما بيزعجني. قد ايه عمرك؟ 25 سنة. أنا بقول مغرومة كتير. بمين؟ جوزيف.
اها مين جوزيف بتحبي كثير؟ هيك على العالم دغري خطبته او بعد؟ خاطبة. خاطبة مبين من الخاتم بالشمال. يمين. باليمين يعني خاطبة صح؟ شو؟ أكيد خاطبة. أكيد خاطبة باليمين، بالشمال بيتزوج، وإمتى مقررة هيك تعملي عرسك؟ بعد ما قررنا. طولي بالك هلا بالخطبة ضامنتيها. أو الرجال ما له أمان. لا أكيد له أمان. لا أكيد له أمان، ولا أكيد له أمان. Gives the brownies all their spice. طب خصصت لكم حلقه لكم وعم جرب قد ما في ربحكم. قولوا لك لا ايه لا لا، لا تقولوا ايه ولا تقولوا لا بهالدقيقه ونص صعبه هالقد. جرب تساعدك. شكرا يا حنان، ميرسي لك. خيره بغيره مشتركه جديده معنا بلعبه لا ايه لا لا. هيدي اللعبه بعتقد انا طلعت ثلاث مواسم عم بتحقق نجاح كثير كبير. لنشوف اليوم مين حيربح. بونسوار، كيفك؟ تفضلي لعندي لهون بالضو لحتى نشوفك. عارفين عنك؟ جنان معلوف. جنان من وين؟ زحلة. تحياتنا لأهالي زحلة. ويلا يا جنان، لا إيه لا لا، أنت قدها؟ أنا قد. بلشنا توب كاونتر لا إيه لا لا مع جنان، كيفك؟ ماشي الحال. قد عمرك؟ 23، رح يصير 24. رح يصير 24، كيف مقررة هيك تقضي رأس السنة؟ بلبنان أو حتسافري؟ بلبنان. بلبنان بتحبي تحضري فنانين أو بتحبي هيك مع العائلة؟ بالبيت. بزحلة؟ زحلة. في تلج هلا بزحلة؟ اوه شو؟ هلا هيك زحلة مع الكبة نية والقعدة على ال ايه ما بينقعد هلا على البرداونة. بالبيوت. بالبيوت. ساعة. بتدوروا الصوبيا هلا وال المار صوبيا ايسي شو ما بدك. كل شيء ماشي الحال، ما في أي مشكل. قلتي لي عمرك 23 سنة، وين جامعتك؟ بيروت أو كمان خلصت؟ خلصت. شو عملتي؟ بشتغل. شو عملتي؟ جيستيون. وين عم تشتغلي؟ بالألف. بالألف، اوكي يعني بالبنك. بنك. مهم ماشي الحال، بتحب الأرقام والحسابات؟ من جميعه. بيعذبوكي هالزبونات لما بيجوا لعندك؟ مش زبونات، سألة. مش ما بشتغل مع الزبونات، بس الزبونات في سألة. انتبهي هلا عم بيشوفوكي. بحبكن. مش ما بدك عم بيتابعوكي؟ لا بيحبوني بيحبوني. ايه قطعناها هيدي اللي قطعت. ما ايه معلش. ما رقت. انسيها انسيها، ما انا ما انتبهت لها. انسيها. حتى انتم مشاهدين بيوتكم ما انتبهتوا شو قالت جنان، ما قطعت لا. ايه تمام. طيب قلتي لي زبونات في منهم ثقيل في منهم المهضوم، كيف تتعاملي مع زبون ثقيل؟ بدك تتعود عليه وتشوف شو بحب. وبدك تطولي بالك لانه الزبون على طول على حق. الصبر هو اهم شيء. قد ايش صار لك صبر لحتى تطلعي معنا بانت قد طولت عليك؟ من اول ما تعرفت عليك على التي في. جنان مبروك، انت قدها ما بدها قد. برافو عليكي بلا إيه لا لا. بس نصيحه مني صلحيها مع البي ال اف احسن ما حدا يعمل لك شيء. هلدا سبا بتقدم لك فاوتشر بقيمه $200 لانك انت قدها. يا هلا كيفك؟ ماشي الحال. شو اخبارك؟ عال. عرفني عنك. شربل سليمان. شربل من وين؟ من صيدا. تحياتنا. شارك صيدا. تحياتنا لكل أهل صيدا واللي بيتابعونا على طول. أوكي. وبدنا نكون قدها يا شربل. يلا أنا معك رح نتساعد. قدها. أنت قدها؟ أوكي. نقي لي رقم. قدها. شو؟ شو؟ نقي لي رقم. شو على بالك؟ رقم واحد. يلا رقم واحد. جين سيم بدو يربح شربل. حاعطيك جواب، عليك تطرح علي السؤال، منا ابدا صعبه. اوكي؟ ايه اوكي. قلي انت قدها وانا بساعدك. قدها ايه؟ قلي انا قدها. انا قدها. يلا شربل، الجواب يلا. بيقول برج خليفه. اوكي، السؤال بده يكون برج خليفه هو اطول برج بالعالم. فشو ممكن يكون السؤال لحتى يطلع جواب برج خليفه؟ ما هو؟ ما هو اللي قلت لك اياها المعلومه؟ اطول برج في العالم. بيطلع جواب برج خليفه. مبروك يا شرب الالف. ميرسي كثير. شكرا لك كيستر، بتقدم لك فاوتشر اكيد لانك كنت قدها. مشتركه جديده مثل ما قلنا، هيدي الحلقه مخصصه بس للمشتركين معنا بلو مول دبي اللي عم بيتابعونا وعم بيكونوا معنا يوميا من الساعة 7 إلا 10 للساعة 8 إلا ربع عبر شاشة الام تي في. مساء الخير، كيفك؟ بونسوار. بونسوار، شو أخبارك؟ تمام. بردين اليوم؟ تمام. عارفين عنك؟ أنا ماريا بايساري. ماريا من وين؟ أنا ماريا بايساري. أنا ماريا من وين؟ من زغرتا. تحياتنا لأهالي زغرتا وأهالي الشمال. يلا يا أنا ماريا، بننقي رقم وبنربح. ويت. رقم 8 يلا. Thank you.
أنا ماريا نظرك بده يكون 10 على 10 تركيزك 10 على 10 ممنوع الغلط رح بنشوف مشهد من الفيلم رح أطرح عليك سؤال بدك تعطيني الإجابة المضبوطة السؤال على طول بيكون متعلق بالفيلم تمام؟ قولي لي أنا أدى لحتى نشوف سوا المشهد أنا أدى يلا يا أنا ماريا Taking a journey to find the family he's never known in a place where he finally fits in. Boy. And nothing's going to stop him. Sorry, your car's pretty. امبارح وعدت المشاهدين إذا قطع هيدا المشهد بدي أسأل عن رقم السيارة من فوق، بدك تكوني ركزتي، إذا متابعتينا امبارح لازم يكون عندك اليوم الإجابة. أنت قدها؟ أنا قدها. السؤال بيقول شو الرقم الموجود على سطح او سقف التاكسي 4X27 ما حدا بده يساعدك على الاقل ماريان برافو برافو عندنا ماريا الف مبروك داني عزام بيقدم لك فاوتشر تستمع اكيد للام تي في لانك كنت قد ببرنامجنا ممنوع حدا يخسر عم نشوف هون الاجابه عندنا ماريا تفضلي لعندي هون مشتركه جديده عارفيني عنك اليسا ديراني اليسا من وين؟ دار الاحمر تحياتنا لاهل دار الاحمر ويلا يا اليسا بننقي رقم وبنربح شو اليسا؟ تابلو هون 11 رقم؟ 11 صور وكلمة، أربع صور بدك تعرف القاسم المشترك بكلمة واحدة، أنت قد اليسا؟ أنا قد منشوف سوا الأربع صور يلا ولو هيدا موسم شو؟ طوال إيه شو 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 كادويات يعني هاد هدايا على القد؟ ما بتغير رأيك؟ أكيد برافو عليكي أنت أدى ألف مبروك القاسم مشترك لك أنه هو الهدية وما أنك أنت أدى تالي ويل بيقدم لك فاوتشر بقيمة 150 دولار ألف مبروك لك وتحية لكل الأشخاص اللي على طول عم بيكونوا بالمول دبي وعم بينطرونا وحتى عم بيكونوا صبورين معنا لحتى يطلع اسمهم ونربحهم بهيدا البرنامج اللي هو نجومه أنتو وأنتو اللي بتحلوا برنامجنا، برنامجنا رح بكفي أكيد باستضافة المشتركين بالمول دبي وتحية لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا عبر تويتر وإنستغرام لقوني بعد البريك بانت قدها انت قدها متابع معكم ومكفى من المول دبي لحتى نعيد سوا ونربح سوا ومثل ما بتطلع علينا يوميا تراز لحتى تنقلنا اجواء العيد واجواء اللبنانيه والعرب الموجودين بلبنان كيف عم بيعيدوا بالمول دبي ونشوف سوا مع تراز كيف كانت الاجواء بالمول دبي اليوم مساء الخير مشاهدينا مثل ما تعودتوا عبر انت قدا رح نترافق بمحطة ثابتة تنشوف أجواء العيد هون باللمول تابعونا بونسوار بونسوار قبل بكم يوم بتبلش تحضر لكريسمس؟ من هلا عم بلش حضر بس قبل بجوم عم بلش حضر على المزبوط وجوايا نوال ميرسي لألكم بكثير وقت من شي من هذيك السنة يعني ببلش حضر جوايا نوال ميرسي جوايا نوال باي ثلاث شهور جوي نويل ميري كريسمس قبل 10 ايام من العيد جوي نويل بجمعة جوي نويل مع مرتي من شي سنة جوي نويل اجمالا قبل بشهر وجوي نويل ميرسي اول نهار جوي نويل نعاد عليك بهالجمعة بلشت حضر لنويل وجوي نويل 10 ايام جوي نويل طب وقت يعني إذا يا جمعة طب عم بضحك لأنه عم عجزت الحكي بالشهر لازم بلش نحضر لنويل وجاي نويل قبل بجمعة وميري كريسمس قبل جمعتين تقريبا جاي نويل مشاهدينا هيدي هي أجواء العيد لليلة أنا بشوفكم بكرة عودة لإلك محمد في احلى من اجواء العيد لما بنجتمع بالبيت او مع العائله او مع الاحبه وهيدا مبدا برنامجنا نجمعكم كلياتكم ان كنتم ببيوتكم تابعونا عبر شاشه الام تي في الساعه 7 الا 10 مشترك جديد صار معنا موجود بالمول دبي هلا بونسوار بونسوار كيفك؟ منيح شو اخبارك؟ عن عرفني عنك شال حطيت من وين؟ من البقاع من البقاع تحياتنا لاهل البقاع يلا بدنا ننقي رقم وبدنا نكون قدها أكيد أدى يلا أكيد أدى شو أي رقم؟ 16 رقم 16
أو خطأ. بعطيك معلومتين، كل معلومة عليك تعرف إذا هيدي المعلومة صحيحة أو خطأ. تمام؟ تمام. يلا أنت أدى؟ أدى. أول معلومة بتقول مدينة القاهرة هي أكبر مدينة في قارة إفريقيا. كيف هاي ميشيل؟ بدي وجه تحية للمخرج كيف ساعدك إذا هيك. مدينة القاهرة هي أكبر مدينة في قارة إفريقيا. صح. خلاص؟ صح. برافو عليك. تاني معلومة يلا. بعد في عنا معلومة. هات حتى نساعدك شوي. نروح للكويت. أوكي؟ أوكي. جزيرة بوبيان هي أكبر جزيرة في الكويت. جزيرة شو؟ بوبيان هي أكبر جزيرة في الكويت. صح. ما بتغير رأيك؟ هلا هي هيك 50-50 يعني. هلا 50-50 هيك عم بقولك إنه صح صح. هلا كلكم عارفين، تمام؟ على قد؟ صح. برافو عليك، ألف مبروك. أنت أدى بصح وغلط، بيرفكت تايم، بتقدم لك فاوتشر بقيمة $200. شكرا لك لأنك كنت أدى. مشاركة جديدة تفضلي لعنا. هاي. بونسوار. بونسوار. كيفك؟ صباح. عارفيني عنك؟ تيريز يا بزعوني. من وين يا تيريز؟ من حتشيت. تحياتنا لأهلي حتشيت، وأنت قد يا تيريز بدنا ننقي رقم بنربح. يلا نقي لي رقم. 6. رقم 6. تيريز اللعبة منا كتير صعبة، هي لوجو مين؟ لوجو إجمالا نعمل له editing، عليك تعرفي هيدا اللوجو لأي شركة أو أي محطة بيعود. كيفك انت واللوجو؟ منيح متساعد سوا؟ يلا تيريز انت قدا؟ انا قد. منشوف سوا اللوجو. هي محطة تعنى ب كل شيء خاصه بالعالم، بالانفايرمنت، بالمناخ، بالمناطق، بالسفاري، نكتشف شو؟ ديسكفري. ايه كفي لي اياها. Discovery Channel. برافو عليك على قد. تيريز تحية لك ألف مبروك، يعني ساعدتك. جوي كلاب بتقدم لك هدية قيمة أكيد تستلميها من ال ام تي في. تفضل، كيفك؟ تمام. شو أخبارك؟ عرفني عنك. برنار بولوس. برنار بولوس. برنار تحياتنا لك يا برنار، وين أنت؟ بالبقعة. تحياتنا لأهل البقعة اللي هن كتار وإجوا اليوم لحتى يكونوا قد فيلم مول دبي. بننقي رقم برنار؟ 22. رقم 22؟ نعم. يلا 22. جين سين، بعطيك الجواب عليك تطرح علي السؤال. أوكي. انت قدها؟ اكيد قدها. يلا الجواب بيقول باراك اوباما. شو ممكن يكون السؤال؟ عن رئيس امريكا. رئيس امريكا. ايه تطرح علي السؤال يطلع باراك اوباما. من هو رئيس امريكا؟ شو بيطلع الجواب؟ باراك اوباما. اعطيني هيك خمسة بالعلي. مبروك. برافو عليك. وعليك وعلى عائلتك قلدها سبا. بتقدم لك فاوتشر بقيمة $200. تفضل لعنا. كافيين بأجواء ربح مساء الخير. كيفك؟ عرفني عنك. جوزيف راموز. جوزيف من وين؟ من نبي. من نبي. تحياتنا لأهل نبي. بدنا نقي لي رقم وبدنا نكون قدها يا جوزيف. يلا. اوكي. نقي لي رقم. رقم 3. رقم 3 مأخوذ. 5. رقم 5 يلا. غلط بغلط، ممنوع تقول شيء مزبوط لمدة دقيقة أو نص. رح جرب قد ما في وقعك بالغلط. بدك تكون قدها. شو جوزيف؟ أنا قدها. أنت قدها؟ بلشنا. توب كاونتر جوزيف. فادي. فادي شو أخبارك؟ مش منيح. عم بتغشني فادي. هلا أول شيء بتقولي جوزيف، هلا غيرت صرت اسمك فادي طلع بالآخر. مش مشكلة. قد ايه عمرك يا فادي؟ 50 سنة. 50 سنة. يعطيك العمر. مزوج؟ لا بكير بعد. بكير بعد. ايه في وقت. خذ للسبعين طول. مزبوط. هو كل ما انت بتكبر بالعمر كل ما بصير في عندك هيك بتقصر المسافة بينك وبين اولادك. يعني اذا عندك مشروع تجيب اولاد اخره بعد 100%. 100%. حلو فرق العمر بين البي والولد. ايه طبعا. طبعا ما بيأثر سلبا. ولا شوي. ابدا بصير في تواصل وبيقدر البي يعني يلعب قد ما في معلومه بتفهموا بعد كثير يعني بمر الزمن يعني. ونعم شو بدي اقول لك النصائح اللي عم تعطينا اياها. خبرني لما بتقرر تتزوج شو اسم الصبيه اللي رح تتزوجها؟ انتبه اسم الصبيه اللي رح تتزوجها. مارسيل. مارسيل. وانت فادي. فادي رح يتجوز مارسيل 100%.
تمام، بس هو بيزبط على اسم فتاة واسم رجل، مش هيك كلمة هيك انه بعدك هلا ماشي معي بالغلط. حضرتك لبناني؟ لا. من وين حضرتك؟ امريكاني. امريكاني، عم تحكيني الامريكان لانجويج تبعك فظيعة. This is the language. اه هيدي العربي كيف؟ This is it. اه اوكي، وبالانجليزي؟ منيح. خليك ترغل معي بالانجليزي. خليك معي بالانجليزي فظيع رائع. معك 3 ثواني وانت قدها. الف مبروك، ديك هتنوم بتقدم لك فاتشة بيجي من $200. غلط. الف مبروك. فادي ولا جوزيف؟ يلا جوزيف فادي. فادي جوزيف مش مشكل. الف مبروك لك. مشترك الجيل اكيد راح بيطل على سيج انت ادى بعد البريك. خليكم معنا. عودة لكم لنتابع اخر قسم من حلقتنا لليوم بانت ادى مباشرة من مول دبي، ومعنا مشترك جديد. برجع بذكر هيدي الحلقة هي مخصصة بس اليوم استثنائيا للمشتركين بمول دبي. كيفك؟ بصور. شو اخبارك؟ عرفنا عنك. إلي نقاف. إلي من وين؟ قبيات. من القبيات، تحياتنا لاهل القبيات، وبدنا نقي رقم يا إلي وبنربح. يلا. يلا. شو إلي؟ اثنين. في الشلي خلق رقم اثنين. ايه اثنين. يلا رقم اثنين. يلا معلومات عامة، منا ابدا صعبة، كثير هينة. اوكي. انت قد إلي؟ انا قد. السؤال بيقول من هو اشهر رحالة عربي؟ هل هو ابن بطوطة او سندباد؟ شو رأيك؟ انا بقول سندباد ماشي لحال. شو؟ ابن بطوطة او سندباد؟ سندباد. ولو يا زلمة رحالة عربي. ابن البطوطة اكيد. ايوه. سن جايزتك سريعة. عم تمزح. ما تمزح مرة ثانية. مبروك بالمعلومات العامة جوا كلاب. بتقدم لك فاوتشر اكيد استلمها من الام تي في. بونسوار. انا ما بعرف اسمك بس اما قد ما شفتك هون صار لك 3 ايام وتقولي لي من البقاع وناطرتيني واخيرا طلع اسمك. انا مبسوطة طلع اسمك صراحة. عارفيني عنك. ميرسي. اسمي اليس سلوان. اليس من البقاع. قد ايه صار لك ناطرة انت قد 3 ايام. بس انا بعد انبسط عم نربح. اكيد بدنا نربح. تحياتي لاهل البقاع. ونقي لي رقم يا اليس. شو بعد في ارقام؟ 7 لا 7 راح 9 كفي هيك 9 17 يلا. صح او غلط؟ يلا حاعطيكي معلومتين عليك تقولي لي اذا المعلومه صحيحه ام خطا. تمام؟ أوكي. انت قد اليس؟ انا قد. اول معلومه بتقول درجه حراره الانسان هي 33 درجه. صح ام خطا؟ 33 بيكون فرز. خطا راح. اكيد خطا راح تكون عم تدق البرديه. اكيد اكيد. قد ايه بتكون؟ 37 مزبوط. برافو عليكي. ثاني معلومه بتقول هل صحيح انه الاطفال عندهم كميه عظام اكثر من الكبار او الراشدين؟ يعني الصغار اجمالا بيقولوا انه عندهم عم ساق انا وياك اللي عم بعطيك الجواب يعني. بيقولوا انه هيك عندهم بيكون عظم اكثر لانه بيرجع بيلحم العظم لحتى يكتمل نموهم. هل هيدا الشيء مزبوط او خطا؟ شو؟ صح. عندك ولاد؟ اكيد. هن وصغار كان عندهم عظم اكثر منك. لما كبروا لحموا العظمات ومشي حالهم. الف مبروك. ميرسي ميرسي عبد. شكرا لك رأفي. بيقدم لك هديه قيمه لانك كنت قدها وشكرا لانتظارك. هاي. بونسوار. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ هاي. كيفك؟ عارفيني عنك وعن البيبي؟ انا شهيده حاج من صغرتها. ها؟ اندرو حاج. أنا أدى. أنت أدى وقدود ما عندي أي شك. يلا بنقي رقم. يلا يلا. شو على بالك؟ 13. يلا. غلط بغلط. غلط بغلط. يعني ما فيك تقولي صح وما فيك تقولي شيء مزبوط. تمام؟ معك دقيقة ونص. أنت قدها؟ قدها. أنا قدها. يلا توب كاونتر بلشنا. كيفك؟ ماني منيحة. ريتا شو أخبارك؟ قلتي لي مش منيحة؟ ماني منيحة. مين الصبي الصغير؟ ابن الجيران. ابن الجيران. وجايبتيه معك لعبد الجيران على المول؟ بيتسلى بغير جو شوي. ولو هالجيران ولا بيأمنوا لك؟ كثير بيأمنوني. بتحبيه؟ أكيد لا. ما بدك أكيد لا؟ أكيد. وشو جايبتيه معك على المول حتى ما يسرعك بالبيت؟ أكيد. صح؟ ما يزعل. ما يزعل الجيران. قلتي لي حضرتك مزوجة؟ لا أبداً. عزبة. عزبة. بتهتمي بابن الجيران؟
لا. من وين حضرتك؟ من زغرتة أو من زحلة؟ لا من زحلة. من زحلة. زحلة هي يعني صوب البقاع؟ لا صوب زغرتة. صوب زغرتة. صوب الشمال. صوب الشمال. لا من البقاع. بالعاصمة. بالبقاع. بالعاصمة. بيروت. آه يعني ضيعتني أنا، ما بعرف الغلط من الصح. طيب شو عاصمة لبنان؟ عاصمة لبنان؟ كورة. كورة. شكة. شكة. بس معلوماتك الجغرافية بتجنن. هيك. ما بعرفش منيح. كثير منيحة. كثير لك كثير منيحة. منيحة. إذا ما كثير منيحة بتطلعي مضبوط، لك كثير منيحة. بس أنا عم بسأل هيك إنه كيف نجحتي؟ كيف قطعتي هالسنين بالمدرسة؟ كنت كثير كسلانة. كنت كثير كسلانة كرمال هيك نجحتي. لا ما نجحتي. برافو عليك كرمال هيك نجحتي. إيه أكيد لأني كسلانة. تعبت قلبي معك، تعبت قلبي ونفسي معك وأنا عم ساعدك إنه كسلانة نجحتي. ما هيدا غلط بغلط. غلط طبعا. أنا مش معقول كسلانة ينجح صح. أنا بقول مغرومة. ماني مغرومة. مانك مغرومة. معصبة. رايقة كثير رايقة. واضح. بدي اقول لك معك سنتين وانت قد الف مبروك الله يخليك ابنك. انت قد بغلط بغلط. برافو عليكي. غلط بغلط داني عزام بيقدم لك فاوتشر لانك كنت قد. يلا يا هلا مصور. اليوم ما في احلى من الربح مع كل الموجودين معنا. عارفين عنك ميرا القاعي. ميرا من وين؟ ليعات. تحياتنا لاهل ليعات. وانت قد يا ميرا نقي لي رقم وبنربح. يلا شو ميرا؟ رقم فندو. فندو. لا إيه لا لا. أوكي. في أحلى منها؟ في أحلى. ما فيك تقولي إيه، ما فيك تقولي لا، ما فيك تعيد المرادف أكثر من مرة. أوكي. لا أوكي ولا وي ولا نو. لا دقيقة أو نص. شو؟ أوكي. أنت قدها؟ قدها. وليدي أنا قدها. أنا قدها. بحماس. أنا قدها. أنت قدها وقدود؟ قدها. توب كاونتر. منبلش حديثنا معك يا ميرا. كيفك؟ بجنن. شو أخبارك؟ منيحة. من وين قلتي لي حضرتك؟ ليعات. من ليعات. قد ايه عمرك؟ 28. 28 سنة. خلصتي جامعة؟ خلصت. خلصتي. شو درستي؟ جرافيك ديزاين. جرافيك ديزاين. في شغل هالفترة أو ناشفة؟ في شغل. في شغل. إجمالا عم تشتغلي كثير بروجيكتس لحالك، عم تاخذي مشاريع خاصة أو أنت بشركة موظفة؟ بشركة. معاشات الشركة منيحة. أنا بعرف إنه الفريلانسرز بيكون معاشهم أحسن. يمكن. يمكن. ليه ما جربتي؟ ما جربت. بتسوقي؟ نعم. نعم. لا ايه يمكن. معقول. معقول تسوقي. كيف بتروحي على شغلك؟ بالسيارة. بالسيارة. ما حخصك حنقطعها هيك لأنه بعدنا بأجواء العيد ما بدنا حدا يزعل. قلتي لي لكن بالسيارة بتاخذي تاكسي؟ باص. باص. في أجواء شوي بالباص. هلا قولي بلبنان. كتير. بلبنان شوي منظمين النقل العام أو ما كتير منظم؟ ما كتير. ما كتير. وين شغلك؟ بيروت؟ بجونية. بجونية. قد ايه بتاخذك وقت بالسيارة أو بالباص؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة فشخة. ما كتير. ما شو؟ ولا شيء. ماشي. ماشي يعني عندك أخوة؟ شو محتارة؟ خي. خي شو اسمه؟ مارك. مارك أصغر منك؟ أصغر مني. أنا بقول بتتخانق أنت وياه. بحسب. ما بشوفه. ليه ما بتشوفيه من كل وقت بالشغل؟ مزوجة. مزوجة. طيب يلا مبروك. لويس بورساك. بتقطع مرة ايه مرة لا. لويس بورساك بتقدم لك هدية قيمة اكيد تستلميها من الام تي في. بونسوار. بونسوار. كيفك؟ منيحة. شو اسمك؟ جوال. جوال من وين؟ من القلاعات. كمان من القلاعات. تحياتنا لأهل القلاعات يا جوال. يلا جوال بقى نقي رقم. 24. رقم 24. جوال لوجو مين؟ لوجو من عمله اديتنج. عليك تعرفي هيدا اللوجو لاي شركه بيعود. انت قدها؟ انا قدها. بنشوف سوا اللوجو يا جوال. لوريال. بتغير رايك؟ لا. بشرفك. لا. غير رايك؟ ولا يمكن. ولا يمكن. برافو عليكي. هاي فايف. لوريال. مزبوط. لكن قدها سبابي وعندك عرفت اللوجو بيقدم لك جائزة السلمية أكيد من الام تي في. اليوم عدد الرابحين كان كتير كبير من مول طبي. مثل ما قلت لكم يوميا بنكون قد بمشاركتكم بمحبتكم ودعمكم إن كان عبر تويتر أت محمد أنسكور قيس أو حتى إنستغرام محمد أنسكور قيس. ما تنسوا بكرة حلقة جديدة مع ضيف ورح نتلقى اتصالاتكم على 0464. خليكم قد على شاشتكم المفضلة أكيد الام تي في. Roll the ancient Christmas carol, la 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 la.
see the blazing Yule before us. Ba la 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 la. Strike the harp and join the chorus. Ba la 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 la. Follow me in merry measure. Ba la 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 la. While I tell of Christmas treasure. Ba la 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 la. Fast away the old year passes. Ba la 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 la. Hail the new ye lads and lasses. Ba la 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 la. Sing we joyous all together. Ba la 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 la. Meekness of the wind and weather. Ba la 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 la. Meekness of the